الولاد، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كاع ملاح. دور دور بوبينا صاحبي، دور صحفت لكم وان شاء الله تكونوا عمرتوها بيان. اليوم باش نحكي لكم قصه ماشي تاعي، لا فينا ماشي لا فينا، وما تخافوش من الجزء السابع. اليوم نحكي لكم تاع صحابي اللي هربوا قبلي، اربعه اللي هربوا قبلي 3 ايام واخيرا، بس كنا هربنا وحدنا وكاين جماعه هربوا قبلنا جزائريين قبيله. كنت في الفيسبوك قال انا خرب، حتى اتصل بيا صاحبي قال لي احنا ثلاثه صرات لنا نفس المشكله اللي صارت لكم كي خرجنا من الحبس، وحكاها لي. انا قلت نحكيها لكم، نجيبوا بيها شويه وقت حتى نلحقوا لا فينال ان شاء الله. لا فينال نحكي لكم كل شيء، نديروا كاش 20 مينوت ولا نص ساعه كاع ولا 45 مينوت كاع، مانيش من لا فينال نجيبوها شابه ختام. المهم صحابي هذوك يهربوا في اربعه قبل المغرب، مور المغرب وانا قلت هربوا قبل بثلاث ايام، نفس الحكايه هواك كتب لي صحح لي كلش، قال لي واش صرا لنا حنايا. قال لك شوف كي هربنا نفس المغامره تاعك معناتها تاعي هنا، قال لي تاع الكرياج والشجره، ولكن انا طلعت ما طلعتش فوق الشجره. من بعد الشجره تلايمنا يعني تلاقينا وتكلنا على الله ومشينا 14 ساعه من المغرب حتى الغدوه، من ذاك الصباح تبعنا الخيوط تاع تريسيتي ولحقنا لواحد السد يعني باراج تاع الماء يعني الباراج فوالا. وانا كنت قائد الرحله، كانت عندي معلومات جبتها من هنا جابها من الحبس، كانت عنده معلومات جابها من الحبس على واحد المغربي. ايوا قال لك حوالي 10 تاع الصباح كي طلع النهار كذا قربوا واحد القريه، واحد القريه لقاو واحد القريه 14 ساعه وما يمشوا في الغابه هذيك، لحقوا واحد القريه. كنا احنا اربعه جزائريين واربعه مغاربه، الجزائريين كان هذا صاحبي وحميد ماليزي سير بلاد بومرداس كيف كيف، وكانت جمال من بلاد القبائل تدميت، وكاين واحد من برج منايل نسيت اسمه، برج منايل هذه بومرداس كيف كيف بلاد شوشي. في اربعه تلاقاو ديك القريه هذيك، قال لك تفهمنا يحطوا زوج للقريه هذيك يجيبوا الماكله ويشوفوا القطار اللي يروح وين كاين واش كاين لابوليس ما كاش. قال لك حبط انا وصاحبي جمال تاع تدلميت القبيلي وواحد مغربي يعرف يهضر الانجلي صح، قال لك حبطنا في الطريق حبست لهم طوموبيل، طوموبيل جولف كي كانوا رايحين في ثلاثه رايحين طالعين ديك القريه هذيك، باسكو الاخرين بقاو في الغابه ما حبوش يطلعوا كيف كيف، بعثوا ثلاثه برك حبس لهم طوموبيل جولف هكذا. صاحبي كان عنده واش قال لك حبس، صاحبي كان عنده موس تحته، كان عنده موس ماشي موس زعما على حاده مش عارف واش ناموس ولا حديد داك شعفسه، خاف كي حطوا طوموبيل خاف قال هادو جاو اغريسيون ولا مش عارف. هو جبدا من بعد كي هبطوا الطوموبيل كاين واحد سبقهم قال لهم السلام عليكم، قال لي انا كي سمعت كلمه السلام عليكم خبيت العفسه هذيك. قال لهم نتوما شكون راكم رايحين؟ صاحبي حكى لهم قال لهم بلي فوالا حنا هربنا من الحبس ورانا في اربعة، وقال له كاين اربعة مغاربة راهم تحت مخبيين راح نشوفو لاكار ونجو. ايا قال لهم اوكي ما كاش مشكل تفهمو كذا. ايوا المغربي هذا كوش دار دا اربعة صحابو مغاربة ماشي صحابو ما يعرفها ولاد بلادو، قال لهم تحجو تحبو تجو معايا رواه. وربعة الجزائريين هذو كملوا في القرية هذيك ركبوا في الترا راحوا لميلانو، كي كانوا رايحين ميلانو كيف كيف راحوا حراقة ما عندهمش باش يشرو التيكي تاع ترا غالي، نفس الحكاية تاعي حكمهم لي كونترولور ما حبطوهمش كاع كيف كيف، كل ساعة يحبطوا واحد، حبطوا الأول وبعد زاد مشى ترا ساعة حبطوا الدوزيام تروازيام حبطوه، والكاتريام صاحبي هذا اللي يكتب لي حبطوه في حبطوه ديريكت في ميلانو. ايوا قال لك مشرينا البيي على 6 تاع العشية ركبوا لحقوا لحق الميلانو على 4 تاع الصباح، وغدوة الصباح لحقنا الميلانو وكنا متفارقين. هذا صاحبي لحق الميلانو قال لك كنت ندور في وحدي في ميلانو، ميلانو كبيرة ومتلفت لي كاع ما نعرفش الهضرة الطليانية ونعرف شوية لونجلي ما نعرف حتى واحد. بقى 3 ايام وانا قد برا يدور 3 ايام، بعد تعرف على واحد المغربي دي بانا رقد معاه وقيلا 15 يوم وشنو قال له تخدم معايا ترقد معايا 15 يوم ما كاش مشكل، قال ولكن تخدم معايا وراك تعرف الخدمه واش نها في الخدمه هذه بلا ما ندخلوا في التفاصيل هكذا ارف الدوحة تضر اي خدمه لا غالب مسكين ما عندوش دراهم وتقدرت رفد وحط وخرج وباع وشرا. المهم ريح في ميلانو قيل شهر قريب شهر، كانوا عنده شويه معلومات مع واحد في نابولي عيط له قال له فوالا في ميلانو نحب نجي نابولي لعندك اسكو فيها ولا ما فيهاش، سيد في نابولي قال له روح لعندي ما كاش مشكل ومرحبا. صاحبي غدوه من داك كان في نابولي، هذا صاحبي اللي كتب لي ميساج غدوه من داك كان في نابولي ديريكت، عيط للسيد
قالوا لي الحق تاني في نابولي، سي بدا يتهرب له. قال له انا سكون شويه بعيد على نابولي، سناني العشيه نجيك. وبعد بدا يتمسخر به، اخو تعرفه هذوك العباد اللي فيهم غير الهضره. صاحبي على شمها قرصه سبو في التليفون، قال له تمسخر بيا وماشي راجل ومش حق عليك وكذا، من هي تجي من هي. المهم رياح يدور في نابولي، بات برا تبرمد، ضرب واقيلا شهر فيها في نابولي. وبعد فهم مع واحد السيد قال له واش رايك نجيبوها في اسبانيا؟ قال له اه ما كاش مشكل، قال له نجيبوها في اسبانيا. قال له عندي خيط كيفاش ندخلوا لفرنسا، من فرنسا نحكموا التي جي في وما يطلعوا على كومو، واحد البلاصه واحد المدينه في ايطاليا اسمها كومو. كومو باسكو تدخل بالتران ولا في البيس من نابولي لمارسي يحكموك لي كونترولور لادوان، ما محال. لازم يكون عندك دخله خفيفه هكذا، تدخل ابي ولا كش واحد دخلك موبيل ولا. المهم راحوا لمارسي، ريحوا فيها شي ايامات في فرنسا. صاحبي هذا رياح في فرنسا هكذا، حب يكمل الطريق تاعو الوسمه لاسبانيا. مسكين كي رايح لاسبانيا في الحدود حكموه لا بوليس. كي حكموه لا بوليس مسكين. المهم اكل عنده 3 شهور غربه، 3 شهور 3 شهور 3 شهور ونص حكموه لا بوليس داخل لاسبانيا. داو بيتو في سيلون 3 ايام غدا من ذاك، قالوا له دوك للحبس ومنها تريح فيها. مانيش عارف شحال حكموا له الحبس، ما فهمنيش مليح. هو ما بغاش، قال لهم انا الحبس ما ندخلوش، ما دونيش للحبس. علاش دوني الحبس ما درت والو؟ بعد قالوا له يا خير، يا اما ندوك للحبس يا اما نبعثوك للبلاد. قال لهم لا لا، بعثوني للبلاد، ما ندخلش للحبس. اي مسكين ريح كمان، ضرب فيها شي ايام في الحبس، بقيت 3 ايام ولا 4 ايام ما طولش. اي بعد ما 3 ايام مسكين حبطوه للبلاد ديريكت. مسكين تعب هذا كاع، والشقا والحرقه والهربه، لا بوليس وهروب نابولي لا دوان. مسكين مع الاخر ما كتبتلوش، ما كتبلوش ربي يعيش في اوروب، حكموه لا دوان حبطوه للبلاد. راه عايش على بس بيه دوكا، ما مات ما صرالو والو، راه عايش الحمد لله، انسان مؤمن لاباس بيه، حيوه بالمناسبه. وما كتبتلوش، وخليكم لا فينال ان شاء الله الحكايه تاعي. لا فينال راني نقول لكم كيفاش نديرها ان شاء الله نورمالمون السبت الجاي، باسكو دوكا ما عندهمش الانترنت في البلاد، راهم دايرين لهم الكود ولا مش عارف شنو بالغبريط. لا فينال نحكيها لكم، نحكي لكم كلش واش صرا، باسكو كاين واحد زوج كاين ثلاثه اللي جاو معايا حبطوهم للبلاد، كاين اللي تزوجوا، كاين اللي داروا كوارتون راهم عايشين في طليان، وكاين وكاين حكايه طويله. خليوها ليا الاخرى ختموا بها المغامره هذه هكذا الاولاد. المهم هذه حكايه تاع صاحبي مسكين كيفاش صرالو، وتلاقى مع واحد في نابولي، هذا في روما في ميلانو. هذا صاحبي هذا تلاقى مع واحد كان معاهم في الترا حرب، هرب معاهم من الحبس، كان يمشي فينا في طورينو حتى شافو من بعيد، عيط له اسمو جا لعندو قال له كيفاش؟ قال له نتا صرا فيا الباطل. قال له كيف كيف؟ قال له بتبرى تمرمت. وهذا الانسان هذا من ميلانو راح ديرك لباري، عنده شي معارف في باري، راه هنا في باري انا مازال ما شفتوش. وكاين واحد راه هنا في باري اقسم لكم بالله غير شفتو، جا معايا فوق الفلوكه وباتنا كيف كيف في الحبس في كروتونيا، وراه هنا في باري والله العظيم غير شفتو من البعيد هكذا. وانا على بالي وين يدور، باسكو هذيك البلاصه ما ندورش فيها قدام سالازار، ونعاود نولي وان شاء الله نلقاه وندير معاه فيديو. نلقاه هذا من بلاد قبيل تدميت بومردس، ان شاء الله نلقاه. المهم مجموعه من بعد تفرقت كل واحد وين راح. بعد حنا انا يا عاود تلاقيت مع ثلاثه من الناس حنا في باري، حكايه طويله واحده اخرى والله. هكذا خليها لكم سربريز ان شاء الله، نحكي لكم كيفاش لقيت انايا وثلاثه كانوا معايا في الحبس، وهربنا كيف كيف. من بعد ما راحوا ميلانو ونابولي تخلطنا كاع، وانا جيت لهنا لباري، ومن بعد عاود تلاقينا هنا في باري. والله العظيم حكايه طويله، خليها لكم سوربريز. المهم شعارونا ضربوا الدانوس كارا في المستاش، وتحياتي لكم ان شاء الله تكونوا فوتوا سمعنا مليحه بالحكايات هذه تاعو، يا راكم ديتو خبره وتجربه، واش راهي تسنى فيكم كي تجوا لهنا لاوروب. وشنو ننصحكم؟ انا البحر ما ننصحكم، ما تركبوش في البحر، اخطيكم من البحر، اروح ابي على الترك، اروح بالعوم تبر. المهم ما تركبش في الفلوكه وتجي هكذا اخوتي، تهلاو في روحكم، وغدوا ان شاء الله هاني نزيد لكم كاش فيديو نقصروا عليه حاجه واحده اخرى. المهم لا فينا نخلوها للسبت حتى نحاول يرجعوا الانترنت للناس كامل السبت ان شاء الله هكذا، حتى نشوفوا معاكم انتم اللي تحكموا، ولا خلوها للعيد كيما تحبوا.
هكذا الإخوة، تهلاو في رواحكم ودعوا لنا معكم دعوة الخير. هكذا السلام عليكم، فقير يحييكم، كثروا الدعون يا جماعة.